الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل فيه أحاديث الباب، فليقرأ القارئ مشكورا جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وقال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: إن يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقال: لو اطلع امرئ عليك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وقال: بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سوارين من ذهب فكبرا علي وأهمني شأنهما، فأوحى الله إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. الآخرون يعني المتأخرون في الزمان، فإن هذه الأمة هي آخر الأمم. وقوله السابقون أي يوم القيامة، يسبقون إلى دخول الجنان بفضل الله ورحمته جل وعلا. قال: بيد أنهم، يعني إلا أنهم أو غير أنهم، أوتوا الكتاب من قبلنا، فهم كانوا قبلنا في الزمان، ولذلك أنزل الله عليهم كتبهم قبل أن ينزل كتابنا القرآن العظيم. وأوتيناه من بعدهم، أي أن الله أنزل الكتاب على هذه الأمة بعدهم. قال: ثم هذا، يعني يوم الجمعة، يومهم الذي فرض عليهم، أي أوجب الله عليهم فيه الاجتماع والصلاة فاختلفوا فيه. فإن اليهود يجتمعون يوم السبت، والنصارى يجتمعون يوم الأحد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله، يعني لهذا اليوم. فهذا اليوم، يوم الجمعة، هو اليوم الذي جعله الله للاجتماع، لكن من قبلنا ضلوا عنه ولم يهتدوا إليه، ولذلك أصبح الناس لنا فيه تبعا،
فاليهود غدا يعني في يوم السبت يجتمعون، والنصارى بعد غد يعني يجتمعون يوم الأحد. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال: حق، أي من الأمور التي تشرع. وقد اختلف في كلمة حق هنا ما معناها، فقال جماعة معناها أنه واجب، وقال آخرون بأن معناها أنه أمر مشروع، وبالتالي قد لا يرقى إلى الوجوب. ولذا قال: حق على كل مسلم. وكلمة مسلم ظاهرها أنها تشمل الرجال والنساء والصغار والكبار، وقد رأى أكثر أهل العلم على أن كلمة مسلم هنا لا تشمل غير المميز، وإنما هي خطاب للمميز. ومن رأى وجوب غسل الجمعة قصرها على الرجال الذين يحضرون صلاة الجمعة، قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. ظاهره إطلاق هذا اليوم بحيث لا يكون فرق بين يوم وآخر، وقد جاء في نصوص أخرى تقييد ذلك بأن يكون في يوم الجمعة. فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجب غسل الجمعة واجب على كل مسلم. قوله يغسل فيه رأسه وجسده، يعني أنه يعمم جميع بدنه بالغسل. وقوله لا يبولن، يعني لا يقضي أحد حاجته في البول في الماء الدائم، يعني الساكن الراكد الذي لا يجري، ثم يغتسل من ذلك الماء. والاغتسال هو تعميم جميع البدن بجريان الماء. ثم قال: والله، يعني أقسم، لأن يلج أحدكم بيمينه، أن يستمر في يمينه ويلتزم بهذه اليمين في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته. فإذا حلف الإنسان على أهله بيمين وكان ذلك مرهقا لهم، فالأحب عند الله والأفضل عنده سبحانه أن يكفر عن يمينه وأن يأذن لأهله ولنفسه بإتيان ما حلف على تركه. فقال: والله لأن يلج، أي لأن يستمر أحدكم في يمينه بالتزامه بها في أهله، آثم، أي أكثر إثما له عند الله من أن يعطي كفارته. وكفارة اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهي التي افترض، يعني أوجب الله على الحانث في يمينه. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، وهذا خطاب للرجال والنساء والجميع، يا ابن آدم أنفق، أي ليكن منك النفقة، سواء على نفسك أو على أهل بيتك أو على قرابتك أو على مشاريع الخير أو على المساكين، فأنفق، فإنك متى أنفقت أنفق الله عليك وفتح لك أبواب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يد الله ملأى، أي أن عنده من الخير ومن النعم والأرزاق ما لا تغيظها، أي تنقصها وتقللها نفقة. سحاء، أي ينفق الله في الليل والنهار،
ونفقته دائمة، وأرزاق الله على العباد كثيرة متتابعة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: أرأيتم، أي هل تفكرتم وتأملتم فيما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص شيئا مما في يده جل وعلا. فهذه النفقات التي آتاها للناس من علم ومن مال ومن ملك ومن ولاية ومنصب لم تنقص من ملك الله شيئا. وكان عرشه عرش الله على الماء، وبيده الأخرى الميزان، فيخفض ويرفع، يجعل بعض الناس صاحب مكانة عالية ويجعل آخرين صاحب مكانة ضعيفة قليلة. ثم قال: لو اطلع امرؤ عليك، يعني لو قدر أن شخصا من الأشخاص قام بالتجسس على بيتك والاطلاع على ما فيه، لو اطلع امرؤ عليك ولم تأذن له، أي لم تأذن له بالاطلاع في بيتك، فحذفته بحصاه، أي قمت بإلقاء حصاة صغيرة عليه ففقأت عينه، فما كان عليك من جناح، أي ليس عليك إثم ولا يجب عليك قصاص بسبب ذلك، لأنه هو المعتدي وأنت إنما فعلت ما يرد اعتداءه بالاطلاع على خصائصك وما في بيتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني، أي أن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك من أطاع أمره الذي سمعه منه مباشرة، أو أطاع أمره الذي نقل إليه، فإننا إنما نقل إلينا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، لأن الله قد أمر بطاعة نبيه، فمن طاع النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أطاع الله عز وجل. قال: ومن عصاني، أي خالف أمري ولم يمتثل ما أمرت به، فقد عصى الله تعالى. قال: ومن يطع الأمير، الأمير صاحب الولاية الذي له الأمر والنهي، فقد أطاعني، يعني يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة أصحاب الولاية. قال: ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة، أي وقاية وحجاب ساتر لمن وراءه من أصحاب من الرعية، فإن الإمام يطلع على ما لا يطلع عليه أفراد الناس، ولذا يحتمون به للوقاية من شرور أعدائهم، وللوقاية من تعدي بعضهم على بعضهم الآخر، ولذا قال: يقاتل من ورائه، أي أن الجهاد يكون إلى الأئمة ويتقى به، أي يتحرز من مكائد الأعداء ويتحرز به من الجرائم والذنوب. فإن أمر، أي طلب وألزم الناس بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجرا، أي يكون للإمام الأجر فيما يأمر به من تقوى الله ومن التزامه بالعدل. وإن قال بغيره، أي لم يأمر بالتقوى ولم ينتهج العدل، فإن عليه، يعني على الإمام منه، أي إثم بسبب ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم:
بين أنا نائم، أي في وقت من الأوقات كنت نائما فرأيت في المنام رؤيا، أوتيت خزائن الأرض، أي المفاتيح التي تفتح بها الكنوز والخزائن، فوضع في يدي سوارين، أو فوضع في يدي سوارين من ذهب، والسوار هو المعصم الذي يكون على اليد ويوضع على الساعد. فقال فكبر علي، أي أنهما أصبحا كبيرين وبالتالي أثقل يدي وأهمني شأنهما، أي أنني وصلني من الكرب والهم والقلق بسبب هذين السوارين اللذين وضعا في يدي. فأوحى الله إلي، أي جاءه في المنام وحي، أن انفخهما، أي ادفعهما بالفم بالهواء الذي تخرجه من فمك. قال فنفختهما فطارا، أي أنهما خرج من اليدين وأصبح قد سار إلى الأعلى، فذهب إلى جهة العلو. قال صلى الله عليه وسلم فأولتهما، أي فسرت المنام وعبرته بالكذابين اللذين أنا بينهما، ويقصد بذلك الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اليمن فقتل حتى أسر فعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، وأما الثاني فصاحب اليمامة وهو مسيلمة الكذاب الذي تجند معه كثير من قبائل العرب فقاتله الصحابة حتى قتل في اليمامة في حديقة الموت. فهذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها فضيلة هذه الأمة ومكانتها عند الله جل وعلا، وفيها أن التأخر في الزمان للأمة أو لشخص من الأشخاص لا يعني نقصان منزلته. واستدل بهذا الحديث على أن قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك هم المقربون، فلما ذكر أن منهم طائفة كثيرة في الزمان الأول وطائفة قليلة في الزمان الآخر، أن هاتين الطائفتين من هذه الأمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من الأولين يعني من الصحابة ومن كان في الزمان الأول، وليس المراد به الأمم السابقة. وفي هذا الحديث فضيلة الأمم التي أنزل عليها كتاب، وفي هذا الحديث البيان بأن أصل أديان الأنبياء عليهم السلام واحد، فقد كانوا يدعون إلى التوحيد. وفي هذا الحديث بيان أن الأمم السابقة قد حرفوا في دينهم وظلوا ولم ينتبهوا إلى شيء من معالم دينهم. وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومكانة هذا اليوم عند الله عز وجل، وأنه من أيام يوم اجتماع الناس فيه. وقد استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجمعة على الرجال، وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الاغتسال يوم الجمعة ومشروعية الاغتسال في يوم من الأسبوع، وقد فسر في أحاديث أخرى بأن المراد به يوم الجمعة، والجمهور على أن هذا الاغتسال من المستحبات، واستدلوا عليه بما ورد في صحيح مسلم
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة ومس من طيب أهله ثم غدا إلى المسجد كانت كل خطوة يخطوها له بها حسنة ويمحو الله عنه بها سيئة. قالوا: فدل هذا على أن الغسل ليس بواجب، وإلا لما أثنى عليه وهو قد اكتفى بالوضوء. واستدلوا عليه بما رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد ذهب بعض التابعين ووافقهم بعض الظاهرية وبعض الفقهاء إلى وجوب غسل يوم الجمعة، واستدلوا عليه بمثل حديث الباب وبما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب. والجمهور فسروا لفظة حق على أن المراد به مشروع، وفسروا كلمة واجب بأنه متأكد جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. وهناك قول ثالث في هذه المسألة يقول بأن سبب الأحاديث التي أمرت بالاغتسال في يوم الجمعة أن الناس كانوا يفدون من ضواحي المدينة وعليهم آثار حرفتهم وأعمالهم، فكانت تصدر منهم روائح، ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ليوم الجمعة. قالوا: فمن كان كذلك وجب عليه الاغتسال. وفي هذا الحديث بيان أن الاغتسال يكون بغسل الرأس والجسد، وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن الاغتسال لا يلزم فيه الدلك، وقال الإمام مالك: لا يكون هناك اغتسال إلا بدلك البدن. ومذهب الجمهور أظهر، لأن دلالة لفظ الغسل في لغة العرب لا تقتضي الدلك. وفي هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي عن وبيان أنه يتنجس بذلك مما يدل على نجاسة البول، وفيه عدم إجزاء الاغتسال من ماء راكد قد حصل فيه البول. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تغيره يعتبر نجسا، خلافا للمالكية الذين يقولون بأنه لا يتنجس الماء إلا لا يتنجس الماء بمخالطة النجاسة إلا إذا تغير. وفي هذا الحديث أن من حلف على ترك أمر مستحب فالأفضل له عند الله أن يكفر عن يمينه ويأتي بالأمر المستحب. وفي الحديث استحباب تلطف الإنسان مع أهل بيته، حتى أنه في يمينه يستحب له أن يكفر عن يمينه وألا يمضي اليمين على أهله. وفي الحديث الترغيب في النفقات، سواء في نفقة الإنسان على نفسه أو على أهل بيته أو على من تلزمه نفقته أو على سبل الخير، ووعد الله بالخلف لمن أنفق، لقوله: يا ابن آدم أنفق 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 عليك. وهذا حديث قدسي من عند الله جل وعلا. وفي الحديث إثبات صفة اليد لله جل وعلا، كما قال
سبحانه لما خلقت بيدي. وفي الحديث إثبات العرش وأنه موجود وأنه على الماء، وقد ورد أنه أعظم المخلوقات. وفي الحديث خلق الله للسماوات والأراضين واستمراره بالنفقة على العباد والرزق. وفي الحديث أيضا بيان أن رزق الله قد يؤتاه من يحبه الله ومن لا يحبه الله جل وعلا. وفي الحديث أيضا أن العزة لله تعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث تحريم التجسس على الآخرين والاطلاع على أسرارهم، سواء كان ذلك في بيوتاتهم أو في مواقعهم أو في مكاتبهم أو في محالهم وحساباتهم في الشبكة العالمية، فإن ذلك كله مما يحرم. فالواجب على أن ما أسره الإنسان لا يجوز لآخر أن يسعى للاطلاع عليه. وفي هذا الحديث أيضا أن من اطلع على أسرار غيره جاز لصاحب الأسرار أن يقطع طريقة اطلاع ذلك المتجسس عليه، حتى لو اطلع بعينه من ثقب الباب ونحوه جاز له أن يضربه، حتى ولو قدر أنه فقئت عينه لكانت عينه حينئذ هدر، لا دية فيها ولا إثم فيها. وظاهر هذا أنه يشمل ما لم يقصد فيه فقع العين وما قصد فيه فقع العين، وقد فرق جماعة بين هذين الأمرين. وفي الحديث وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمعها الإنسان منه مباشرة أو نقلت إليه بطريق صحيح موثوق فيه. قال لو اطلع امرؤ قال من أطاعني فقد أطاع الله. وفي الحديث أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا. وفي الحديث الأمر بطاعة أصحاب الولاية ووجوب السمع والطاعة لهم، حتى ولو لم يكن في ذلك مصلحة للإنسان أو كان غير مقتنع بما يأمرون به، إلا إذا أمروا بمعصية فإنه لا يجوز طاعتهم في معصية الله، ولكن أمرهم بالمعصية لا يعني إجازة ترك طاعتهم في غير ذلك الأمر الذي هو معصية، فلا يطاعون في معصية الله ويطاعون فيما سوى ذلك. وفي الحديث وجوب الاعتصام بالأئمة والسير معهم وعمل الطاعات معهم، فيصلى معهم ويجاهد معهم ويلتزم بالتمسك بكلمتهم، وتكون العهود والمواثيق التي يعقدها أصحاب الولاية لازمة لمن تحت أيديهم. ولذا قال إنما الإمام جنة، وذلك أن الإمام يكون عليه سياسة الخلق، وبالتالي تستقر أحوال الناس ويطمئنون في حياتهم ويأمن بعضهم من بعضهم والآخر. وانظر لما يجره على الناس اضطراب أحوالهم وعدم سمعهم وطاعتهم لأصحاب الولاية، حتى ولو كان أصحاب الولاية عندهم
معصية أو عندهم استئثار بالمال أو عندهم شيء من المخالفات والظلم، فإن ذلك لا يسوغ للإنسان أن يترك طاعتهم. وكما تقدم أن من طالع أحوال الناس يجد أنه بطاعة أصحاب الولاية تستقر أمور الناس ويتأمن سبلهم وتحقن الدماء، ويكون ذلك من أسباب المحافظة على الأموال والحقوق والفروج. ولذا قال يقاتل من ورائه، فيه بيان أن القتال يشترط فيه أن يكون تحت راية إمام يرجع الناس إليه وتنتظم أحوالهم به. وفيه بيان أن الرايات التي تعقد بغير إمام للجهاد ليست رايات على وفق شرع الله جل وعلا. وفي الحديث أيضا بيان شيء من آثار وثمار وجود الولاية باتقاء الشرور التي تكون من الأعداء أو تكون من الناس بعضهم لبعضهم الآخر. وفي الحديث بيان أن ظلم صاحب الولاية لا يضر الرعية في آخرتهم، بل قد يكون سببا من أسباب رفع درجاتهم في الدار الآخرة. وفي الحديث ما يتعلق بالرؤية المنامية وبيان أنها قد تكون حقا، خصوصا رؤيا الأنبياء عليهم السلام. وفي الحديث السعي في تفسير الرؤى والمنامات، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. وفي الحديث تفسير خزائن الأرض بانتشار الأمر وسكون الأحوال. وفي الحديث تفسير السوار والقيد بالأمر غير المرغوب فيه، وفيه أن ارتفاع القيد فيه انفراج حال الإنسان وابتعاد ما يضايقه عنه. وفي الحديث الاهتمام بالمنامات والاحتراز في مستقبل الإنسان بسبب ما رآه من الرؤى. وفي الحديث التحذير من الكذب، خصوصا من مدعي النبوة، وبيان أن عاقبتهم سيئة في الدنيا وفي الآخرة. وفيه بيان ارتباط عاقبة الإنسان بحاله، فإنه قد يصيب الإنسان الصادق في أول أمره شيء من المضايقة، ولكن عاقبة أمره تكون إلى الخير والفلاح واتساع الأحوال، بخلاف أهل الكذب فإن أول أمرهم قد يكون مما ترغبه نفوسهم، لكن تكون لهم العاقبة السيئة دنيا وآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أصلح الله أحوالنا جميعا، وجعلنا من أهل الصدق والتقوى، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المواظبين على الصلوات، المعظمين لها، القائمين بفروضها. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من المنفقين على أنفسنا وعلى أهلنا وفي سبل الخيرات، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المحتسبين للأجر في ذلك كله. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السمع والطاعة له ولنبيه ولولاة الأمر، وأن يجعلنا ممن احتسب الأجر في ذلك يريد أجر الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق،
وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من الموفقين في كل أمورهم. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.